وبأولى محطاتنا الصباحية لليوم مشاهدينا راح تكون فقرتنا الطبية، راح نحكي فيها عن حبوب منع الحمل اللي تعتبر من أشهر وسائل منع الحمل عن طريق، وهي تعتبر حبوب تؤخذ عن طريق الفم، وأيضا هرمونات اصطناعية تشبه الهرمونات الأنثوية. يا رشا، أكيد ليلى، اليوم موضوعنا جدا مهم، واليوم في معلومات جدا شائعة بين الناس ومخاوف بين النساء، منهم بيقولوا كثرة هاي الحبوب على مدى الطويل ممكن تعمل سرطانات، البعض بيقول ممكن تعمل عقم. اليوم شو هو هاد الهرمونات اللي بتحتويها حبوب منع الحمل؟ إمتى المفروض المرأة تروح لتاخده؟ وهل اليوم في أسباب لتوقف هاد النوع من الحب؟ اليوم معلومات جدا مهمة بتهم كل صبية وكل مدام اليوم حابة أنه تنظم حياتها الأسرية. حنروح فورا لعند ضيفنا لليوم، وهو الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي نسائية وعلاج عقم. صباح الخير حكيم. يا صباح الفل. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك سيدتي. دكتور، مثل ما بنعرف حبوب منع الحمل انتشرت يعني بالآونة الأخيرة وتعتبر من أشهر أو أشيع وسائل منع الحمل، لكن كمان إلى استخدامات طبية أخرى. تمام. خلينا بداية نعرف شو هي حبوب منع الحمل وأيمت تم اكتشافها. سيدتي، بنحكي هيك لمحة بسيطة. هلا نحن بنعرف إنه إذا بدنا نحكي بالطب، التطور الطبي الرهيب اللي صار هو يعني في له فواصل محددة جدا دقيقة. مثلا انه لما اول ما اكتشف شيء اسمه انتيبايوتيك المضاد الحيوي، اكتشف وقتها بالخبز المعفن اللي واكتشف البنسلين من وقتها، اللي هو كان اول انتيبايوتيك، يعني هذا مفصل كتير كبير بتاريخ البشر. بعدين لما اكتشف الاسبرين يلي هو كمسكن آلام، بعدين اكتشفت استعمالاته الاخرى لالتهابات المفاصل ولتمييع الدم بلا 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 بعياراته المختلفة. إجا بعدين موضوع البيلز، الحبوب منع الحمل، يلي هي حقيقة فكرتها بديت من حوالي 120 سنة، بس بمراحل هيك لصار إنه بلشت التجارب السريرية الدقيقة عليها وبدأ استعمالها بنهاية حوالي وسط الخمسينيات بهذا الموضوع. هلأ هي بس لعطي لأن يقول هيك الشغلة فاني، إنه بالأول كان لما التقنيات كانت بسيطة صعبة شوي، كان يحتاجوا لمبايض حوالي 85 ألف فرس أو حصانة يعني بين قوسين، ليقدروا يطلعوا 12 ميلي جرام، مو 12 جرام، 12 ميلي جرام من هرمون البروجستيرون مثلا. فهيك كانت. بعدين صحيح. لما دخلت تطور الطب بلش بقى اكتشاف الاكتشافات الرهيبة تصير منها حبوب منع الحمل. هلأ المقدمة جدا جميلة اللي ذكرتوها، أنه حبوب هي صح حبوب منع الحمل، ولكن هي هلأ الاستخدامات تكاد توازي من حيث العدد أنه استعمالات طبية لمعالجة أمراض نسائية. فهلأ إذا بدي أحكي أنه هي من حيث أكثر وسائل الحمل أماناً، إيه إذا أخذت بانتظام، وهلأ ممكن يتوضح معنا ليش، إيه هي من أكثر وسائل، بمعنى ما في نسبة فشل على استخدام حبوب منع الحمل بغرض منع الحمل. طبعا هذا قد يساعد البشريه بتنظيم الحياه الاسريه وتخطيط والبرمجه للحياه بلا بلا بلا، هي من جهه. ومن جهه ثانيه انه قديش قلل من مشاكل ووفيات الامهات او السيدات لما يكون عندهم حمل غير مرغوب به وبدهم يتخلصوا منه بطريقه او باخرى. نسبه وفيات عاليه ونسبه اختلاطات لاحقا بعمليات الكورتاج او شيء. هلا لا، صار في تنظيم اكثر ومعرفة وأمان، فهي أكثر نسبة آمنة من حيث أنه لا يوجد نسبة فشل إذا أخذت صحيحة وبمواعيدها. طيب دكتور، يعني معروف عن حبوب منع الحمل أنه هي بتحتوي على هرمونات. ماما. خلينا هيك كرمال نطمن اليوم السيدات، لأنه مثل ما ذكرنا في مخاوف رح نحكي فيها. لا. خلينا نوضح بداية عن شو هي الهرمونات اللي بتتكون منها حبوب منع الحمل. تماما سيدتي. هلأ نحن بنعرف أنه المحور الغدي عند الأنثى سواء بنت ولا سيدة بيبدأ من الغدة الموجودة بالدماغ، الهايبوتالاموس، بعدين الغدة النخامة، الغدة الدرقية اللي بتفرز كل الهرمونات. هاي الهرمونات وين بتروح؟ بتروح على المبيضين ليعطوا هرمونين، المبيضين يعطوا هرمونين، هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. تمام؟ طيب. هلأ الحبوب منع الحمل في طبعا منها كذا نوع حبوب، مثلا إلى وحيدة الطور، يعني كل الحبات فيها نفس العيار من المادتين الدوائيتين، الاستروجين والبروجستيرون. طيب هلا هدول الهرمونين
بيقوموا بعمل بمعاييرهم الدقيقة جدا، انه ان احنا نوصل التارجت تبعنا، الهدف تبعنا، نوصل لأفضل تأثير دوائي مرغوب به وبأقل أعراض جانبية ممكن تعاني منا الأنثى اللي عم تاخدها. فلذلك هون كانت في كتير أبحاث يعني لدرجة إنه الفرق بين نقول مثلا من مادة كذا 50 ميكروغرام ولا 48 ميكروغرام، يعني ونحن عم نحكي بالميكروغرام. طبعا هون الفرق كتير كبير مثل ما قلت، إنه ناخد أفضل فعالية بأقل أثار جانبية ممكنة. هلأ آلية تأثيرها إنه هرمون الأستروجين بيمنع الـ FSH اللي هو اللي بيجي للمبيض مشان ما يطور جريب إباضي في بويضة ناضجة بالطور الأول للدورة الشهرية، يعني أول 12 يوم تقريبا. بيجي هرمون البروجستيرون، مثل ما قلنا إنه فيهم هرمونين أستروجين وبروجستيرون حبوب من الخمر، بيجي البروجستيرون بيمنع نبضة الـ LH اللي بتحرر الإباضة. هذا يعني آلية العمل الأساسية. طبعا أبحاث بيّنت إنه بيأثروا على إفراز مخاطن بالرحم، على المواد المفرزة من الأنابيب، على حركة الأنابيب الدودية من إلها يلي بتجيب البويضة من المبيض بشكل تجيبها لتلاقي النطفة، كان إذا كان في رغبة بده يصير في حمل ليتم الإلقاح بالبوقين. يعني آلية تأثيرها جدا جدا جميلة، ولكن التأثير الأساسي إنه من أول طرب الدورة بيمنعوا تشكيل جريب في مسيطر في بويضة جيدة لقبول التخصيب، والثاني يلي بيمنع دفقة الهرمون يلي بتفجر الجريب تطلع البويضة منه. فإذا هي هي آلية التأثير تبعيتها. هلأ هون من قلنا العيار يلي بدنا التأثير المقبول بأقل أثار جانبية جدا. طب دكتور، مين هنون السيدات اللي محظور عليهم استخدام حبوب منع الحمل اليوم، وشو أشياء السلبيات اللي ممكن تسبب لهم إياها لهدول السيدات؟ السلبيات يعني إذا المقصود التأثيرات الجانبية، هلأ لكل أنثى يمكن بتهيأ لي أنه في إلى تركيبة هرمونية بتناسبها أكثر من تركيبة هرمونية أخرى. أوكي؟ بس من هاي التأثيرات مثلا بنقول أنه شوي إعادة توزع الشحوم بجسمه، هذا كتير البنات الصبايا بيخافوا منه، وخاصة لأنه مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه هي في إلى معالجات كتير أخرى غير موضوع بس منع الحمل، مثل PCO تكيس المبايض، بعد كيسات المبيض، بلا بلا بلا، انه هي الاكنيا الحب الشباب اللي بيطلع، الشعرانية يلي هو الـ يعني الخط الاول بالعلاج هو بيكون حبوب منع الحمل. فلذلك هلا ما بقى يعني بتمنى انه يوصل هذا الوعي انه الاهل بالبيت او الاب بالبيت انه ما يستغرب وجود علبة فيها حب مانع بدرج بنته يلي هي بنت لسه ما متزوجة، لانه اكيد هي بتكون عم تاخده لسبب اخر غير منع الحمل. فمن التاثيرات الجانبيه اللي ذكرناها انه اعاده توزع الشحوم ممكن يعمل شوي احتباس سوائل شوي اضطراب بالمزاج. تمام. هلا وهي النقطه خلينا نحكي شوي فيها اذا سمحت، اضطراب المزاج، انه اغلب هي الاعراض خاصه اضطراب المزاج او نقص الليبيد ونقص الرغبه او زيادتها هي أعراض ترقبية. يعني الوحدة لأنه سمعت من رفيقتها أنه لما أخذت حب المانع عصبت بالعدوى، فأنا هلأ بدي أخذه وبدي أعصب وراح أعصب كمان، فأعراض ترقبية هي بتصير الحكاية. يعني بجوز نفسية دكتور واهم تكون القصة؟ لا، هلأ في جزء منها يمكن ما بيطلع أكثر من 10% هو تأثير حقيقي. يعني كتير أوقات مسمع بعياداتنا لك المريضة الدكتور الدواء جنني، عملت خناقة أنا وخطيبي، عملت خناقة أنا وزوجي، أنا ورفيقي اللي هو على أولادي بالبيت على الصبط، بنقول لهم بس روقي شوي عليها، وخاصة أول كم حبة وممكن كمان أول كم شهر بعدين الجسم بيتعود عليها. فإذا هي هي التأثيرات الجانبية يلي قادرين بشوية أنه حوار أكثر مع المريضة، تفهم وإفهام المستخدمة لها أنه ممكن يساعد أنه تخلص منها، وخاصة أنه كلها قابلة للعكس. يعني قلت لك الوحدة أنه شوي تم إعادة توزع الشحوم عندها بمنطقة الأرداف والبطن، من إلا هي متى ما وقفت الحب لما انتهى فترة استعماله بغض النظر عن السبب تتراجع هاي القصة. أما العقابيل الاختلاطات اللي مثل ما سألتيني أنه مين اللي منمنعهم، هلأ نحن هون في بعض حالات مثلا يلي عندهم نشبة دماغية، صار عندها كلمة نشبة يعني خثرة أو جلطة بالدماغ أو شيء، أو عندها التهاب وريد خثري عميق يلي ممكن يصير
عند البناء وعند السيدات الحوامل خصيصا. وهذا اللي هلا طبعا ما بنعرف سببه، بالرغم من انه اغلب الابحاث بتقول انه هن مو الحب البيلز الحبوب منع الحمل هي سببت لهم هالحاله، لا ابدا، هي فقط انه هن عندهم استعداد بنيوي ناطر اي نكشه صغيره لحتى يتفعل عندهم هذا الاختلاط. وقد يكون اي نكشه يعني غير حبوب منع الحمل حتى، بس زياده احتياط نحن بنقول انه بهيك حالات ما بنعطي حبوب منع الحمل، او انه بنعطي حبوب بجرعات منخفضه جدا تكون تركيبتها من الاستروجين والبروجستيرون مع مراقبه للحاله. بيكون لنا نفس المفعول كونه نحن نزلنا ما هو ما هو قلنا بدنا ناخذ شكرا بدنا ناخذ افضل جرعه ممكنه بس اقل 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 يلي ناخذ الفائده المرجوه وباقل اثار جانبيه ممكنه. هي الحالات يلي بنقول هلا في بعض حالات ثانيه يلي مثبت عندها انه في عندها سرطان رحم او عنق رحم او سرطان مبيض او سرطان ثدي يلي عندها اياها الاصابه، اما ما هو بسبب مثل ما هلا يمكن هون. دكتور خليني بس اقطعك بعد اذنك، اليوم الناس او خلينا نقول السيدات يعني قال عن يعني يقال بين السيدات مثل ما قلنا اليوم صبيه بتاخده بتقول لرفيقتها انا عصبت فصارت بتعصب يعني بدون ما تاخده بالذكاء ترقبت الموقف هي ولبست الحاله يعني وبيقولوا لك انه انا كيف بدي اخده انا ما عندي مثلا بيبي ممكن يصير عندي عقم او ممكن فلاني قالت لي ممكن يصير بعد امراض الامراض السرطانيه ضمن الرحم. خلينا نصحح هاي الفكره لكل السيدات يعني. طيب سيدتي تعالي نتفق على شغله انا وياك رح نقول معلومات بيني وبينكم وبين المشاهدين سر. اوكي سر هذا ما حدا بيعرف. تفضل دكتور. رح نقول انه خاصة يعني نحن نتخيل في قدامنا هلا ظرف حب مانع بديت فيه السيدة باليوم الثالث او الرابع او الخامس من البيريود تبع من الدورة الشهرية، اوكي، خاصة اول كم حبة اذا بتنسى حبة منهم وبتكمل ثاني يوم وبقية الايام بقية الظرف ممكن يصير عندها حمل. والشيء يعني جواب لسؤالك بدقه انه مشان العقم انه بقيه الحبات اللي اخذتهم ممكن هن بقى يتحولوا يلعبوا دور داعم للحمل. مو انه بيروحوهم تثبيت بثبتوا للحمل. فلذلك من ناحيه موضوع العقم بنقول لهم ما تخافوا منا هي النقطه على الاطلاق. والدليل على الكلام شيء طبعا ما هو موجود ببلادنا، ببلاد الغرب انه اغلب البنات هنيك وهن بالهاي سكول او بالكوليج بالجامعه وهيك بياخذوا البيلز لانه بيكون في علاقات مع زملائهم بالجامعه. طيب وبياخذوا الحبوب كلياتهم، لو بيصير عقم كانت انقرضت اوروبا وامريكا كانوا راحوا فنوا يعني. طيب فلذلك اذا ناحيه موضوع العقم بنقول لهم لا تخافوا من هي النقطه. هلا نجي بقى لموضوع السرطانات، وهون بدي اقول معلومه جدا هامه اذا بتسمحوا لي. تفضل. خلينا نقول نحن شو اكثر سرطانات تصيب الانثى واكثرها شيوعا يلي هي يعني بتتعرض لها، نبدا فيهم وحده وحده. يلي مثلا اول شيء فيهم مثلا سرطان بطانه الرحم، اوكي. طيب سرطان بطانه الرحم ارجو الانتباه انه اي متعاطيه للحبوب منع الحمل وخاصه اذا اخذتهم الدراسات بتقول على الاقل 11 شهر متواصله. إذا بتاخذهم 3 سنين بقى هيهم دراسات المضبوطة بدقة تنقص من نسبة الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 50%. وبتعمل دور وقاية من الإصابة على الأقل إسا 15 سنة لقدام. هي تنظيم هرموني بالنهاية بدقة يعني. لأنه الأبحاث كثير دقيقة هلا والكيمياء السريرية أو الجزيئية هي اللي بتصنع دقيقة جدا. هي على سرطان بطانة الرحم. طيب إذا بدي أخذ سرطان الثدي يلي بيخافوا منه، سرطان الثدي اذا المريضه سيده ما عندها سرطان ثدي مثل ما قلنا انه هي نحن ما بنعطيها، بس يلي ما عندها تساهم بكمان لحوالي على الاقل 15 سنه بنسبه 60% من الوقايه انه تصاب بسرطان الثدي. وفوق معلومه كمان مشان موضوع الثدي انه نحن بنعرف كثير من البنات هلا يلي عندهم داء كيسي ليفي او داء غدي ليفي اللي هن امراض او ادواء سليمه بالثدي موجوده ممكن يكون كذا وحده. انت اسالك عنها دكتور. والله شو انه ممكن تاثر حبوب منع الحمل على الصبيه اللي عندها كتل داخل الثدي؟ اذا كتل سليمه قصدك سليمة. انه داء سليمه او داء غدي ليفي؟ لا سليمه. اي السليمه هي هلا بالثدي في له ميزه، الكتله يلي بتبدا سليمه فيه يعني داء الكيسي ليفي او الغدي ليفي هذا سليم كل العمر. تمام.
حتى لو انطلب مراقبة كل 6 أشهر؟ مفروض للاطمئنان. للاطمئنان طبعا. هلا أو إذا شيء كبرت كيسة عنده أو شيء. طيب هلا نحن من نعرف إنه بالدراسات الاستخدام الحبوب منع الحمل حوالي 2.5 لـ3 سنين تقي من زيادة عدد الأكياس أو داء الكيسي اللي فيه أو الغدة اللي فيه، هي الآفات السليمة اللي سألتيني عنها حضرتك، تقي منها بحوالي نسبة كمان 50%، إنه بدل ما يكون عندها 10-12 كيسة ممكن تكونوا 4 أو 5. فإذا هي لا تحول آفات لخبيثة وتقلل من نسبة أو زيادة الآفات السليمة الموجودة بالثدي. طيب اجينا على سرطان المبيض. سرطان المبيض يلي هو يعني شيء مرعب هذا، لانه لا ما بيعطي اعراض الا بيكون بمراحله النهائيه، يعني مثل سرطان بروستاتا عند الرجال نفس الشيء. طيب بسرطان المبيض انه يعمل وقايه بنسبه لا اقل عن 40-50%، ما يصير في عنا سرطان مبيض استخدام حبوب منع الحمل لـ3 سنين أو 4 سنين. اذا نحن عم نحكي عن انجاز علمي مهول مهول من ناحية الوقاية من السرطانات اللي تصيب الأنثى، وليس أنه مثل ما هو يعني نوعا ما شائع أنه دكتور بيعمل لي سرطانات. هلأ إمتى ممكن هي المخاوف موضوع السرطانات بيصير فيه منا خوف أكثر نوعا ما؟ إذا قررنا نعطي السيدة أو البنت أنه بعد ما بتوصل للمينوبوز اللي هو سن اليأس أو سن الحكمة وقطعتها الدورة أو بلشت تجيها أعراض انقطاع الدورة الشديدة، الهبات والتعرق وبلا بلا بلا واضطراب المزاج والشفاف وهيك، إنه إذا بلشت بدها تاخذ نعطيها شيء اسمه HRT اللي هي الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، المعالجة المعيضة بالهرمونات لنضل نجيب لها دورة، ممكن نضل نجيب لها إياها 10 سنوات. إنه هم تقول دكتور بده يزيد عندي الإصابات بسرطان الثدي. ما هو نحن بنقول بهيك حالة بهيك حالة، هي مخاوف هون كتير كبيرة، بهيك حالة نحن منعطي ولكن بعد إجراءين يلي نحن وياكم كإعلام كتير اشتغلنا عليه بالشهر الوردي بشهر 10، يلي هو الإجراء المسحي بالإيكو والماموغرام بالثديين والباب سمير لطاخة عنق الرحم. لما بيكونوا سليمتين وما في عنا مضاد استطباب مثل سألتيني عنه قبل شوي إصابات القلبية أو الدماغية مثل ما قلنا، أنه لا تأخذها بكل أمان. هلأ في شغلة تانية بيخافوا منها يلي هو انه الدكتور بيعمل ارتفاع ضغط، انه ممكن يعمل ارتفاع ضغط شرياني عندهم. الحقيقه النسبه يا دوب 1-2% يلي ممكن يرفع له الضغط الشرياني حبوب منع الحمل، والحقيقه قادره بشويه توصيات من هالويت من 1 أو 2% النسبه تبعيتهم ضئيله جدا، انه بشويه توصيات تخفف ملح وهيك بتخلص من انه يطلع عنده ضغطه. وبنفس الوقت من بعض التاثيرات الجانبيه اللي حكيناها باول حلقه، احتباس السوائل وعدم التوزع الشحمي. ورح اقول شغله صغيره ما رح يستغربوها الناس هلا، انه استخدام حبوب منع الحمل يعدل من التركيبه الشحميه للكوليسترول والتريغليسيريد يعني الشحوم الثلاثيه والكوليسترول، يعدلها للشكل المفيد اكثر من الشكل الضار. نعرف في شكلين مفيد وضار. فاذا نحن عم نحكي عن موضوع جدا جدا هو انجاز هام لكل البشريه. دكتور معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها اليوم بصباحنا، بدنا نتشكر حضورك معنا الدكتور أكرم الأحمر اختصاصي نسائية وعلاج العقم، شكرا لحضورك. يا ميت أهلا وسهلا. شكرا حكيم لكل شيء ذكرته، ودائما نقول بالصحة والسلامة لجميع السيدات. أنا استمتعت كتير بالحلقة معكم. أهلا وسهلا دكتور، وإن شاء الله يكونوا مشاهدينا وصلت المعلومات إن شاء الله. شكرا. يا هلا.